بالنسبة للدورة اليوم هي الجلسة الثانية من الدورة ديال فبراير ديال جماعة الدار البيضاء، فيها مجموعة من النقاط اللي غتحاول أنها تحل مجموعة من المشاكل داخل مدينة الدار البيضاء. ارتأى المكتب والسيدة الرئيسة والمجلس الحالي على أنه أولا تفعيل مجموعة من الاتفاقيات، المشاريع المتعثرة إخراجها لحيز الوجود، إذا مجموعة من البرامج. بالفعل أجلت مجموعة من النقاط، ولكن نظرا لأن القانون التنظيمي 113 على 14 تعطي واحد الآجال أن باش يتوصل بها السيد الوالي، وثم يعني الإشعار ديال السيد الوالي، عاد أنها تترجع مع الخلق ديال اللجان. فهذا الحيز الزمني خلى أن مجموعة من الاتفاقيات الأصلية انها ما تكونش واجده، وبالتالي اننا ملي تنجو في اللجان تلقوا ان ما يمكنش اننا نناقشوا هذه النقطه اللي مدرجه في جدول الاعمال دون الحصول على الوثائق الكافيه من اجل يعني التداول في هذه النقاط. هذا هو اللي خلى. بالنسبه لحديقه الحيوانات عين السبع، هذا المتنفس اللي تيتسناو ساكنه عين السبع يعني بإلحاح، وهو فضاء متنفس لساكنه العاملات عين السبع محمد وكذلك البيضاويين كاملين. كما تتعرف هو هذا المشروع عرف تعثرا كبيرا، وكان فيه سوء حكامه كبيره، وكان فيه تدبير سيء بالنسبه للناس اللي كانوا تيدبروا هذا الملف. فهذا كاين حوايج اللي كانوا يعني تيتحملوا فيها المسؤوليه هما مباشره، وكاين حوايج اللي كانت يعني قهريه ما كانتش انهم هم اللي قدروا يدخلوا. اولا الحمد لله دابا تنتكلموا على الاشغال انها انتهت بنسبه 100%، انتهت بنسبه 100%. فالشركه التنميه المحليه اللي هي كازا اميناجمو او الدار البيضاء للتهيئه انتهت من الاشغال، دارت لاباساسيون دابا للشركه اللي غتدبرها، غدير لاجيستيون او تسيرها، اللي هي شركه التنميه المحليه كازا انيماسيون. الحمد لله دازت هذا. هناك دابا مجموعه، راه ماشي يجيو حل واحد الحديقه، كاينه مجموعه من التدابير والاجراءات اللي تتكون قبليه باش يمكن لها تنجح هذا الفضاء كفضاء بيئي ومتنفس للساكنه. اولا خاص يعني التعاقد مع مجموعه من الاطباء البياطره باش يتكلفوا بهذا. كاينه عاوتاني جلب ديال الحيوانات اللي غياتتوا المشهد والتزيين ديال هذه الحديقه. وبيان سور هاد الحيوانات كاينه واحد الشركه عالميه هي اللي تتجلب هذا النوع من الحيوانات من جميع القارات ديال العالم، وتتعطيهم الحديقات كبيره، غير هي تتفرض على انها خاصها تجي لهذاك الفضاء، وهل هذا الفضاء يحترم المعايير اللي هي تدير هاد لي نورم اللي تدير هاد الجمعيه الدوليه. الحمد لله، الحمد لله ان الفضاء ديالنا الحمد لله يحترم هذوك المعايير. دابا كاين المساله ديال الترونسبور اللي غتكلف بهم الجماعه ديال الدار البيضاء، وتا هما يعني هناك اعتمادات ماليه كبيره جدا، لان تا الجلب ديالهم من مختلف دول العالم تا هو غيكلف، رغم ان الحصول عليهم هو بالمجان، فقط حنا كجماعه الدار البيضاء غتكون هذا. دونك ثم هناك تعاقد مع المدبرين اليوميين اللي غيكونوا داخل هذا، ثم دوك الفضاءات اللي غيكونوا موازيه الى اخره. دونك هنا الحمد لله اننا هذا الملف اللي عرف تعثر من 2008 واللي توقف لسنوات خلال المجال السابقة، إلا بعد الحمد لله أمام صاحب الجلالة في سنة 2015 متوقع هذاك المخطط ديال تنمية مدينة الدار البيضاء، أن كانت من بينهم هاد حديقة الحيوانات. كانت الدراسة في الأول، بدأت الأشغال في 2017، نورمالمون كانت خصها تسالي في 2019. تعثرات كذلك بالنسبة الحدث العالمي ديال الكورونا اللي أزم الوضعية كذلك. هناك يعني مجموعة من العوامل كلها ساهمت، ومن بينها سوء الحكمة باش ما نكونوا واضحين، في أنها تخرج هذا المرفق إلى حيز الوجود. دابا المكتب الحالي هو منكب على أن هذا الفضاء أنه غيكون في القريب العاجل، يعني خلال الأشهر القليلة المقبلة، غيكون كمتنفس من بين المتنفسات اللي غتديرهم مدينة الدار جماعة الدار البيضاء باش يكونوا يستافدوا منهم المواطنين والمواطنات.